السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أوضح آلية عمل نظام المخزون في الوضوء. راح نتناقش في طريقة استلام المنتجات في المخزون، وطريقة تسليم المنتجات إلى العملاء في المخزون أيضا، وطريقة إنشاء التحويل الداخلي من مخزن إلى مخزن، وأيضا طريقة إنشاء المنتجات التالفة وتعيينها في المخزون كمنتجات تالفة، وأيضا طريقة إدارة المنتجات وإدارة المخزون، وأيضا تتبع تاريخ انتهاء المنتجات، طريقة إدارة نظام الباكجينج على الأوردر والتقارير المخزنية. من خلال نظام الأوردر يتم الضغط على نظام المخزون. في الشاشة الرئيسية لنظام المخزون يتم عرض جميع المخازن بهذا الشكل، بناء على كل إجراء لكل مخزن. على سبيل المثال عندنا المخزن اللي اسمه Your Company. المخزن اللي اسمه Your Company فيه الإيصالات. الإيصالات هذه تعني جميع أوامر الاستلام اللي جاية من أوامر الشراء. عندنا التحويلات الداخلية بين المخازن، وأوامر التوصيل اللي هي جاية من أوامر المبيعات، أو كل أمر بيع يتم إنشاؤه في النظام يتم إنشاء أمر توصيل للعميل وإرسال طلب إلى المخزون لتسليم العميل. عندنا البضاعة المرتجعة. في البداية عندنا هنا، إذا رحنا على المبيعات ثم إنشاء طلب جديد، ثم إنشاء أمر بيع لهذا المنتج. ثم تأكيده. مجرد تأكيد أمر البيع تلقائيا يتم إنشاء أمر توصيل للعميل في المخزون. لو رحنا على أوامر التوصيل، عندنا أمر التوصيل تم بتاريخ اليوم للمنتج برودكت 1، الكمية المطلوبة 2، حالة الكمية متاحة. يقوم مسؤول المخزن بتسجيل الكمية الفعلية التي تم تسليمها للعميل. على سبيل المثال، قام العميل باستلام حبة واحدة من 2، ثم يتم الضغط على تصديق. عند الضغط على تصديق يقوم النظام بإشعار المستخدم بأن هذه تم تسليم كل الكميات الحبة الواحدة. ما هو الأكشن اللي حاب تسوي؟ أنك تسوي باك أوردر اللي هو أمر تسليم آخر بالكمية المتبقية، أو يتم إغلاق أمر التسليم على هذه الكمية. راح أختار إغلاق الطلب على هذه الكمية. يتم تحويل حالة الطلب إلى تم الانتهاء وتسليم العميل كمية حبة واحدة. هذا فيما يخص أوامر التوصيل. أما بخصوص أوامر الاستلام،
التي تتم من خلال أوامر الشراء. ذهاب المشتريات وإنشاء أمر شراء جديد. المنتج برودكت 1، الكمية 50، ثم اعتماد الطلب. عند اعتماد أمر الشراء تلقائيا يتم إرسال طلب استلام إلى المخزون خلال المخزون إيصالات الاستلام. من خلال إيصالات الاستلام بحصل الطلب عندي في حالة جاهز للاستلام للبرودكت 1 الكمية 50. يقوم مسؤول المستودع باستلام الكميات. على سبيل المثال قام مسؤول المستودع باستلام 40 حبة. وإنشاء باك أوردر للكميات المتبقية. حاليا لو رجعنا على قائمة الاستلام بنحصل النظام أنشأ طلب استلام جديد للكمية المتبقية. عندما يقوم المورد بإرسال الكميات المتبقية يقوم بإدخال الكمية 10 ثم اعتماد طلب الاستلام. هذا فيما يخص طلبات الاستلام وطلبات التسليم. أما بخصوص التحويل الداخلي بين المخازن من خلال قائمة التحويل الداخلي، يتم عرض جميع الطلبات في انتظار الاعتماد من قبل مسؤول المستودع لتحويل كمية إلى مستودع آخر، أو إنشاء طلب تحويل جديد من خلال الضغط على جديد، ثم اختيار الموقع المصدر ووجهة المنتجات. على سبيل المثال سيتم التحويل من المخزن باسم WH Stock إلى المخزن WH Stock Shell. بعدها نختار المنتجات. ثم الكمية. ووحدة القياس. ثم الضغط على حفظ. بعد حفظ الطلب يتم الضغط على تصديق. يتم تلقائيا إرسال الكميات إلى المستودع المحدد. هذا فيما يخص التحويلات الداخلية. أما فيما يخص المنتجات التالفة بالنظام من خلال قائمة العمليات، ثم مخلفات التصنيع، ثم الضغط على جديد، اختيار المنتج، الكمية التالفة. ثم الضغط على اعتماد أو تصديق. ظهرت رسالة للمستخدم أن لا توجد كمية كافية من المنتج. هل أنت متأكد من أنك تريد التخلص من 3 جرام من الموقع؟ أما إتلاف الكميات المحددة. هذا فيما يخص إتلاف المنتجات. بخصوص إدارة المنتجات من خلال قائمة المنتجات ثم الذهاب إلى المنتجات.
يتم عرض جميع المنتجات في النظام في هذه القائمة. في حالة إضافة منتج جديد، يتم من خلال الضغط على زر جديد ثم كتابة اسم المنتج. على سبيل المثال برودكت 5، ثم اختيار نوع المنتج، هل هو منتج استهلاكي أو منتج خدمي أو منتج قابل للتخزين. بعد ذلك يتم إدخال سعر البيع للمنتج واختيار الضريبة في حالة وجوه ضريبة على المنتج، ثم سعر التكلفة. بعد ذلك يتم تحديد فئة المنتج والرقم المرجعي SKU والباركود. بخصوص وحدات القياس الخاصة بالمنتج، يمكن تحديدها من خلال وحدات القياس. أيضا بخصوص تتبع تاريخ انتهاء المنتج، فهي مرتبطة بكل منتج من خلال قائمة المخزون. ثم التتبع، ثم تفعيل تاريخ الانتهاء. عند تفعيل تاريخ الانتهاء يتم تحديد عدد الأيام الذي يتم احتساب منها تاريخ الانتهاء. على سبيل المثال بعد استلام المنتج يكون تاريخ الانتهاء بعد أسبوع، يتم تحديد 7 أيام. ثم الضغط على حفظ. بخصوص تتبع تاريخ انتهاء المنتج، فهو يتم من خلال قائمة المنتجات ثم أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية. في القائمة هذه إحنا يتم تسجيل كل تواريخ انتهاء المنتجات بناء على استلام كل منتج في المخزون. يتم التجميع حسب تاريخ الانتهاء. عندنا منتج واحد ينتهي في أغسطس. إذا دخلنا على المنتج بنحصل إنه المنتج منتهي الصلاحية وتاريخ الانتهاء 14 أغسطس. أيضا من نفس القائمة أقدر أعرض خلال تنبيهات انتهاء الصلاحية، بيعرض لي كل المنتجات المنتهية الصلاحية. أما بخصوص إدارة المخزون أو منتجات كميات المنتجات في المخزون، فهي تتم من خلال العمليات ثم تعديلات المخزون. في القائمة هذه تطلع عندي كل المنتجات والكمية المتوفرة على حسب كل مخزن. نقدر نجمع المنتجات على حسب المواقع. حاليا جمع لي كل المخازن بهذا الشكل. عند المخزن دبليو ستوك في 40 منتج، وداخل 40 منتج كل منتج عليه الكمية المتوفرة. في حالة تعديل كمية أي منتج، يتم الضغط على المنتج ثم إدخال الكمية الفعلية. على سبيل المثال الكمية الفعلية 30. ثم الضغط على تطبيق. يتم تلقائيا تحديث الكمية. أما بخصوص التقارير المخزنية من خلال إعداد التقارير ثم المخزون،
بتقرير المخزون انا اقدر اعرض المنتجات اللي عندي والكميات الفعليه على حسب كل منتج. ايضا عندنا تقرير سجل الحركه للمنتجات ليقضي حركه كل منتج تمت في النظام بهذا الشكل. على سبيل المثال عندنا المنتج الاول اللي اسمه برودكت 1 تم إضافة 10 حبات بواسطة التعديل اليدوي Inventory Adjustment اللي هي تعديلات المخزون. عندنا برودكت 1 تم انتقاله من مخزن W Stock إلى السكراب 3 حبات. أقدر أجمع القائمة هذه على حسب المنتج. أو على حسب الموقع اللوكيشن. وأيضا من تقرير المواقع بيعرض لي كل الكميات المتوفرة على حسب كل موقع. نقدر نجمع على حسب كل موقع لوكيشن. عندنا الكمية الفعلية والكمية المحجوزة. الكمية المحجوزة تعني أن المنتج هذا تم إنشاء عرض سعر عليه أو تم إنشاء أمر بيع لهذا المنتج ولم يتم توصيله للعميل. هذا فيما يخص نظام المخزون عن الأذن.